الحديث تحت عنوان مضعفات المودة. حرص الإسلام على أن تكون العلاقات بين المؤمنين مبنية على الحب والرحمة والمودة والتعاون، وبالتالي فلا بد أن يوصي بما يقوي هذه العلاقة، بما يزيد من هذه المودة، ويحذر أيضاً مما يضعفها ويجعل من القلوب بعد أن كانت مقبلة على بعضها تكون نافرة. هناك بعض الروايات التي تقدم النصيحة لاجتناب بعض ما يضعف المودة، نذكر شيئاً منها. الرواية الأولى هي عن مولانا الصادق عليه السلام قال: لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك وأبق منها. لما يا سيدي؟ قال: فإن ذهاب الحشمة ذهاب الحياء، وبقاء الحشمة بقاء المودة. أولاً، ما معنى الحشمة؟ الحشمة هي التحفظ عن القيام بفعل أو التلفظ بقول ينافي الذوق العام، ينافي الآداب، يؤذي الطرف الآخر. من الطبيعي العلاقة مع الصديق ليست كالعلاقة مع الغريب. الغريب أنا أقدر أكون بكامل وقاري وحشمتي وحيائي لكن هذا صديقي، يعني تريدني أتعامل مع صديقي كغيره؟ طبيعي بتكون بيننا، تعبير أهل البحرين، ميانة بيني وبينه. الإمام لم يقل عليك أن تقول في أعلى درجات الحشمة، قال: لا تذهب الحشمة، يعني من الأساس، بينك وبين أخيك وأبقي منها، يعني لازم في حد منها باقي. مو يعني، خلينا نجيب أمثلة حتى الإنسان يكون في الصورة. البعض سافر إياه لأن صديقك ينام بلباس داخلي، ملابس داخلية ما يناسب، مثلا ياكل يتجشى بأعلى صوته، يقول لي ما استحق إلا فلان صديقي. ساعات بعد شيء آخر، روائح أو شيء، يقول هذا عادي فلان. هذه رسالة للآخر، يقول ليش ما يقدرني؟ يعني قدام غيري ما يسوي الحركات، يعني أنا مالي منزلة. ساعات أنا ما تجيني هالشعور مباشر، لكن في الله، في اللاوعي هناك يتخزن أشياء أن هذا يسيء لي، فمنزلته تصغر عندي، ميلي إليه يضعف، مودتي إليه تضعف. فالإمام يقول: لا، لا تعتمد على العلاقة وتقول لا خلاص نشيل كل الحياء ونشيل كل الحشمة، فإن ذهاب الحشمة ذهاب الحياء. الحياء عنصر ضروري، نبي نربي بناتنا وأولادنا وأنفسنا على الحياء. اللي يستحي ما يصدر منا ما ينافي العفة، وفي رواية أمير المؤمنين عليه السلام: سبب العفة الحياء. المرة الحيية ما تصدر منها أشياء ما تناسب، والرجل الحي ما يتحرش ولا. فإذا إحنا بحتاجين إلى في انضباط النفس إلى عنصر الحياء. الحشمة إذا شلناها الحياء يضعف والمودة تضعف. هذه التوصية الأولى لمولانا الصادق عليه السلام. انجل التوصية الثانية قال عليه السلام كما في الرواية: يا ابن النعمان، إن أردت أن يصفو لك ود أخيك. تبي المودة صافية؟ ساعات تقول تحب فلان، أحبه بس يقهر ساعات، فإذا مو صافية، فيها منغصات، لا فيها أشياء. تبيها صافية
قال إن أردت أن يصفو لك ود أخيك فلا تمازحنه. هذا ليس على إطلاقه، لأن اللي يقرأ روايات أهل البيت في المزاح تعطي مجال للمداعبات والمزاح الذي يقوي العلاقة إلى حد، لأن اليوم عندنا ثقافة المزاح ثقافة المقالب، زي ما يوقف قلبه وأقول له أمزح. شفتون بعض المقاطع؟ هذه أذية مؤمن بأوضح المصادق. فإحنا الآن المزاح لابد يكون ما يلطف الأجواء بين القلوب لا ما ينفر. لهذا لازم الإنسان قبل لا يمزح يفكر، هذه المزحة تقوي علاقتي يا فلان لو تدمر العلاقة؟ لأن واحد يشتم ساعات يقذف تقول مو زين، يقول امزح شنو تمزح؟ هاي مزحة في قذف سباب شتيمة افتراء. فإذا المزاح إذا ما ينضبط طبيعي يجرئني على الآخر باسم أنا قاعد أمزح إلى أن ينفر. هذه نقطة رقم واحد. فلا تمازحن ولا تمارين. تتخيل واحد من أصدقائك عنزة وإن طارت، من تقول كلمة ناقشك ويجادل، الحين بعد جاي كاس العالم ويلا استعدوا للمراء. أي هذا المراء اللي ساعات أنا أختلف وياك نتحاور، يوم تقنن يوم أقنرك يوم ما أحد يقنع الثاني، هذا شيء طبيعي. لكن في واحد موت الجدال، موت بتعبير البحرين لمعاية، هذا المراء أنت بتتنازل لي يوم يومين تالي، بس يستعرض عضلاته يبي يغلبني في كل مناقشة أكرهها مع الوقت. فإذا الإمام يقول فلا تمارين، مو كل جلسة فيها مراء وجدال ومعاية. الأمر الآخر ولا تباهين. أنا تحط روحك هي هاي، تعرف أنت ود من ود من؟ تباهى بالأنساب، وين أنت شو وظيفتك؟ هذه وظيفة أنا غير. يعني هذه فيها تستبطن الاستعلاء، تستبطن التعيير، والاستعلاء والتعيير منفرات، ما حد يقبل تتباهى عليه ولا يقبل تعيره بضعف منزلته أو راتبه أو أي شيء أو أدائه. فالمباهات فيها نوع تفاخر وهو ينفر القلوب. بعد قال ولا تشارن، يعني تخاصمة. احنا عندنا حتى في البيت الزوجي كثير من الأحيان يصير خصومات، يعني ما يصير حل الموضوع يصير خصومة. طبعا في فرق بين تركيبة تفكير المرأة وتفكير الرجل في طريقة التعاطي مع المشاكل، هذه هم مو يعني خاض على تربية أو شيء، هي كذي في الأساس. المرأة في المشكلة تبي تحلها الحين، الرجل إذا انزعج ما يبي يحل المشكلة الحين، فيقول له تعال نتكلم في المشكلة ويسكت، فهي تقول ما يحب يتكلم إياي فتزيد المشكلة. هي لو تفهم أن هذا الرجل تفكيره غير، أنه مو الآن. بس في خطأ يقوم ببعض الرجال، قول له مو الآن، أنا الآن من فعل، لا يسكت كأنه ما يتكلم ولا. فهذه رسالة سلبية ومعالجة خاطئة. فتقدر تقول لي احنا الرجال عندنا الان انا اشعر مو نفسيا متهيئ للحديث، اخاف اتوتر، خليني اخذ راحتي، بس يجي ياكل يسولف بعدين حل المشكله. اما المخاصم اسبوعين وشهر بعدين نتعود على الهجران فيما بيننا. فاحنا في علاقاتنا حتى يا الاصدقاء اذا كل قضيه تخاصمنا بعدين أشعر أن هذا مو الشخص المناسب لي، بعدين أوصل إياه لأوي، إذا تعودت بدون أسبوعين ما يكلمني ورد يجي ورد أروح له. فالمخاصمة والمختلاف وقد يؤدي إلى الهجران أو المقاطعة، هذه مع الوقت ترسل في القلوب أن هذا ليس الشخص المناسب، فالإنسان يبدأ يفكر في التخلي عن هذا الشخص. ثم قال الإمام في تكملة الرواية قولاً لا يرتبط بحديثي لكن نكمل الرواية، ثم قال ولا تطلع صديقك من سرك
إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك، لم يضرك. شلون يعني؟ ساعة تقول هذا مستودع أسراري، لكن هالأسرار يمكن توظف ضدي يوم الأيام، يمكن يوديني وراء الشمس. بس أقول صديقي، يقول لا، تتضمن هذا صديقك إلى آخر نفس في الدنيا؟ يقول لا. عجل تتوقع يوم من الأيام ينقلب عليك؟ إيه، قبل ناس انقلبوا عليه. إذا لا تعطي خطة وين ضعفك وين قوتك، يوم اللي يتحول عدوك المعركة واضحة عنده يقضي عليك. فأسرارك لا تنقلها لغيرك إلا بقدر ما لا يستلزم ضررا عليك. انجي إلى رواية ثالثة الإمام الصادق في اللحظات الأخيرة، قال: تحتاج الأخوة فيما بينهم إلى ثلاثة أشياء، كانها ضرورية لبقاء المودة. فإن استعملوها، يعني صارت هي طريقة التعامل فيما بينهم، وإلا ما يقول بقت المودة على حالها ما تطورت، يقول لا، تباينوا وتباغضوا. إذن هالثلاثة تقوي المودة، بدونها تذهب بالمودة. ما هي سيدي؟ قال: التناصف. الإنسان اللي تعيش إياه ما ينصفك، اليوم يخطئك باكر هو يرتكب نفس الخطأ، تقول له كنت نفسي، يقول أنا غير، وين الإنصاف؟ مكيالين في العلاقة يضعفها. فاللي ما ينصفك طبيعي أنت بتقول هذا أناني، يحب نفسه، أنا وش ورطني بهذا؟ هاي تضعف المودة. والتراحم، أنا في شدة، بدل ما يوقف وياي يرحمني يقول إيه لا، مصيبة قوية، الله يساعدك، زدت عندك فلوس ولا محتاجة الحين؟ وقف وياي يقول لا، يبقى لها صبر ويمشي. هاي اللي ما يرحمك أنت تقول هذا مو الصديق من صدقك، هذا يومك. إيه، فاللي ما يرحم ما تقدر تعيش وياه، تعرف أنه يحب نفسه ما يحبك. الأمر الأخير ونفي الحسد. هذا صديقك، أي ترقية يعرف، أي جابوا لك مولود يعرف، أي نعمة تجيك يعرف. تخيل أنت تقول لي ما دريت، رقوني، صير متضايق لأنه ما يبي لك خير. أنت من قسمات وجهه قريت القلب كامل وش عنده الحين. ها إيه زي مبروك، عقب وين؟ لا شعور أظهر حقيقة ما في قلبك، لأن ما في القلب يظهر، يظهر على لغة الجسد، فلتات اللسان يظهر. فالإنسان الحاسد تعرفه، مو موقف موقفين عشرة بتعرفه. فإذا أنا في أفراحي في مظاهر نعمة الله علي، بدل ما يفرح لي أراه تغير حاله، إذن هذا حاسد، والحاسد ما أقدر أعيش معه. إذن هذه أمور إذا تخطيناها العلاقة يمكن أن تبقى وتقوى وترتقي. إذا خالفنا هذه التوصيات مع الوقت سنجد أننا نخسر علاقة بعد علاقة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.